السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. محاضرة اليوم إن شاء الله عن حل أسئلة الماس سبيكتروم براكتس، طبعا في معها برضو اي ار سبيكتروم في البراكتس. نشوف مع بعض الأسئلة، وإن شاء الله في نهاية الأسئلة راح أشرح لكم عن الأساينمنت الجديد راح أنزل لكم إياه. السؤال الأول إنه بدي أعمل assign the MS spectrum for each of the following compounds. يعني في عندي أنا ال compound A وال compound B، في عندي two mass spectrum، فبدي أعرف إنه هذا spectrum لأنه compound من هذا وهذا spectrum لأنه compound. خلينا نحلل السؤال شو كيف بدنا نعرف أنه compound لأنه spectrum. هسا بالنسبة للمولكلر ويت، إذا بنطلع الـ 2 سبيكتروم المولكلر ويت، نذكر دائما المولكلر ويت هو أبعد سيجنال أو أبعد بيك. أبعد بيك هون 72 وهون 72. فا إذا بتطلع على الـ 2 كومباوند، الـ 2 كومباوند المولكلر فورم تبعتهم 1 2 3 4. فالتو كومباوندز المولكيولر فورم 72 اذا بنطلع عليهم فيهم 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 2 الكان فيهم 5 كربون، و10 هيدروجين، وهي كمان C5H10. طبعا من الأورجانيك كيمستري تذكروا انه دائما الكان CnH2n زائد 2. اوكي انا هون مخربط، هذه لازم تكون 12. بس راحت الصورة، مش مشكلة. كمل كمان مرة، حكينا انه CnH2n plus 2 هذا saturated alkan، ففي الحالة هاي عندي C5H12 اللي هي 5 ضرب 2 10 زائد 2، وهون بيكون C5H12. طيب خلينا نحسب المولكيولر ويت. المولكيولر ويت المفروض يكون 5 ضرب 12 اللي هم الكربون تساوي 60. عندي 12 ضرب 1 اللي هو الهيدروجين وتساوي 72. بس كمان مرة راح تصور، أنا آسف يبدو في مشكلة بالوايت بورد. خليني أستخدم البينت. أوكي، فحسبنا المولكيولار ويت لكل من هذول التو كومباوند، فطلعوا 72 اللي هو 5 كربون، 5 كربون ضرب 12 تساوي 60، و 12 هيدروجين ضرب 1 يساوي 12، مجموعهم 72. هذا الكربون اتوم وهذا الهيدروجين اتوم. فهون عندي مولكيولار ويت 72، مولكيولار ويت 72. هذا ما بميز لي بين التو كومباوند، لأنه التو كومباوند صيغة الجزيئية تبعتهم C5H12. هسا لازم أطلع على الفراجمنتيشن وأحاول أعرف من الفراجمنتيشن إيش ممكن يكون الباترن، أو كيف أقدر أعرف كل كومباوند من الثاني. إذا بنطلع على A، في عندي احتمال أكسر هون. إذا كسرت من هنا راح يروح من 72
يروح اللي هو ال CH3 اللي هو ال 15، راح يطلع عندي 57. وكذلك بالنسبة لهون الكسر الأول أو هذا راح يكون عندي 57، هذا 57 وهذا 57. هسا إذا بنطلع على الـ 2 spectrum بلاحظ هنا إنه الـ base peak 57 في هذا الكومباوند، لكن الـ base peak في 43 مش 57. فالـ 57 موجودة في 2 متوقع لأنه كسر CH3 يعطيني 57. لكن بما إنه هذا الكومباوند أو هذا السبيكترا هو 57 وهذا القليل، فلازم نحاول نفسر من الكسر هذا. هنا الكاربوكاتايون راح يكون برايمري، لكن هنا الكاربوكاتايون راح يكون تيرشري. وبين معي تقريبا انه هذا هو الكومباوند المقصود. ليش؟ لانه التكسير الاول فيه بيعطيني 57، و57 هو التيرشري كاربوكاتايون اكثر ستيبل بكثير من البرايمري كاربو كاتايون. فعلشان هيك 57 هون كانت اصغر من هون او ما كانت البيس بيك. كمان مرة عشان اتأكد نشوف التكسير اللي ممكن يعطيني البيس بيك في هذا الكومباوند عشان التأكيد. حكينا التكسير الأول هون 57 ما راح يكون هو البيس بيك، لكن لو كسرت هذا الكسر وشفت هذا الكومبوننت شو الموليكولر ويت تبعه، فأنا هون الكومبوننت أنا كسرت CH3 CH2، فأنا عندي مركب 72 خسر 29 ويساوي 43. فهذا الكومبوننت اللي هون 43، أو بتقدروا تحسبوا هون CH3 CH2 تحسبوا كم مولكلر ويت، إنها 15 15 زائد 14 طلع معكم برضو 43. فهنا سكندري كاربوكاتيون فمتوقع إنه يكون هو البيس بيك، استنتاجنا صحيح. هذا هو الكومباوند وهذا هو بناء على الفراجمنتيشن باتر وليس بناء على المولكيولر ايون. نشوف الجواب، الجواب فعلا انه هذا هو A وهذا هو B بناء على الفراجمنتيشن وليس بناء على المولكيولر ويت. طيب السؤال الثاني، propose a molecular formula for the compounds match the following spectra. هون المطلوب مولكيولر فورمولا وليس مولكيولر ستراكشر. طيب كيف نطلع؟ اول شيء خلينا نحلل الاي ار، وانا هذا السؤال كومبينيشن بين معرفتك بالاي ار ومعرفتك بالماس. كالعاده دائما في اي تحليل الماس نرسم 1500. فإذا ملاحظين ما في أي باند غير باند واحدة اللي هي CH SP3، ما في عندي ولا أي باند مميزة في الـ IR وما عدا هاي، فلازم استنتج إنه المركب الموجود عندي هو الكان. فهاي المعلومة من الاي ار استفدت انه الكومباوند هذا لازم يكون الكان. من الماس بدي استفيد معلومة ثانية اللي هي هاي المعلومة انه المولكيولر ويت لهذا الالكان يساوي 72.
من المريخ لرويت هاي بدي أتخيل كم عدد ذرات الكربون موجود. هسا هذا كونه ألكان، واضح إنه ما في أي فانكشنال جروب، واضح إنه ما بتكون غير من سي وإتش. لكن الصيغة العامة للألكان هي سي إن إتش 2 إن زائد 2. لكن برضو لا تنسوا إنه لو كان ألكان حلقي راح يكون سي إن H 2 N. التنين هذولا الكان، لكن كونه هذا حلقة في 1 degree of saturation فبيكون CN H 2 N، وهذا بيكون CN H 2 N H 2 N زائد 2. طيب احنا عشان نتخيل كم عدد ذرات الكربون الموجودة هون، خلينا نقسم ال 72 هاي على 14. ايش هي ال 14؟ اللي هي سي اتش 2. سي اتش 2 كم مولكلر ويت للسي اتش 2؟ هذا 12، وهذول 2 زائد 2 يساوي 14. الناتج 5.1، وتقريبا يبدو انه انا عندي 5 ذرات كربون. فانا عندي هسه احتمالين، اما سي 5 H إذا كان normal chain بيكون 2N زائد 2، فبيكون 5 ضرب 2 يساوي 12، أو بيكون C5H 10. علشان أحكم إنه أنا المولكيولار فورمولا المطلوبة مني بالسؤال إما هاي أو هاي، صار واضح، بدي أحسب المولكيولار ويت لهذا والمولكيولار ويت لهذا. المولكيولار ويت لهذا هو 5 ضرب 12 اللي هم ذرات الكربون، زائد 12 هيدروجين ضرب 1، وهون راح احسب 5 ضرب 12 زائد 10 ضرب 1. هون الناتج راح يكون 70، وهون الناتج راح يكون 72. وبناء على انه هذا 72، فصار واضح عندي انه الجواب لازم يكون المولكيولار فورمولا لهذا الكومباوند C5H12. طبعا C5H12 معناته انه انا عندي الكان نورمال تشين او مش حلقي، هاي اول نقطة. يعني لو كان بدي اسال عن ستكتشر بيكون شوي اصعب، ليش؟ لانه ممكن 1 2 3 4، 1 2 3 4 5، ممكن يكون في اكثر من ستكتشر، ممكن 1 2 3 يكون هذا، ممكن يكون هذا كومباوند. لكن السؤال هنا كان مجرد شو هو المولكيولار فورمولا. ممكن يجي السؤال بطريقة ثانية، انه هل هذول السبيكتروم الكان حلقي سايكلو الكان ولا نورمال تشين الكان؟ فمن معرفتي بالمولكيولار ويت راح اقدر اعرف انه هذا نورمال تشين، والجواب C5H 12 اللي هو شفناه حسب المولكيولار ويت. فاستفدنا من الاي ار معلومه انه الكان، استفدنا من الماس المولكيولار ويت، وقدرنا نعرف هل هو الكان نورمال الكان لا. طبعا بناء على السؤال اللي قبل اذا بتذكروا انه هون البيس 43، ممكن لو كان تتخيل أنه واحد في هذول الثلاثة، وهو متوقع أنه 43 هو يكون لهذا الكومباوند، لكن السؤال كان أنه شو هو المولكيولار فورمولا، وطلع معي C5H12. نشوف السؤال اللي بعده، أسلوب ثاني من الأسئلة، أنه أنا عندي كومباوند 2 3 4. هذول الأربعة في اي ار وماس لكومباوند منهم، فبدي اعرف انو كومباوند من هذول الاربعه اللي ماتش لهذول التو سبيكتروم. هذول الاي ار والام اس نفس الكومباوند، واحد من هذول الاربعه موجود فوق. بس عشان نحل هذا السؤال بنستفيد من الاي ار سبيكتروم ومن الماس سبيكتروم الموجودين. خلينا في البدايه نحلل الاي ار، اسف دائما برفع 1500
3000. هسه بناء على الاي ار سبيكترم اللي امامي، واضح عندي انه هذول التو كومباوند لازم استبعدهم بسبب عدم وجود لو اتش موجودة هون اللي هي هاي. يعني لو كان واحد من هذول الكومباوند كان بيكون هذا هو البيكي موجود للو اتش. في عندي بيك هون مميزة اللي هي السي دبل بوند او اللي هي هاي، صار عندي كلو عالي انه هذا هو الكومباوند. زائد ممكن استغل اني انا بعرف المولكولر ستراكشر والمولكولر فورمولا باني احسب المولكولر ويت. ففي الحالة هذا المولكولر ويت 86، علشان اتأكد بضرب 5 ضرب 12 زائد اكسجين 16 زائد اتش 10، فبيطلع عندي 86. اذا بحسب لهذا الكومباوند بيكون 88، فبرضه المولكيولر ويت اكد لي انه هذا الكومباوند، والاي ار اكد لي برضه انه هذا الكومباوند. فهذا نوع من الاسئله اللي ممكن تواجهوها في اي امتحان، مثلا انه تاخذ اي ار ام اس سبيكتروم وتستغل داتا من هون وداتا من هون عشان تعرف انو ستراكشر من موجود امامك. طبعا ان شاء الله في الشابتر الجاي اللي هو الان ام ار راح يكون في عندي كمان معلومات تيجي من الان ام ار، فبنصير نعمل براكتس ان ام ار ام اس اي ار، في انه الواحد يستنتج شو هو الستراكشر الموجود معه. فزي ما توقعنا الحل هو هذا الكربونيل كومباوند اللي هو C5H10O. البراكتس الأخير، هذا البراكتس أنا حطيت لكم إياه وبدي أشرح لكم عنه، لأنه نفسه راح تشوفوه هو الأسايمنت الجديد راح أنزل لكم إياه. الأسايمنت إن شاء الله يكون نازل على الموديل، وراح أنزله على التيمز. مش عارف بالضبط متى حطيت الموعد، ببين عندكم على التيمز متى موعد تسليم هذا الاسايمنت. طيب هذا الاسايمنت في معاي في هذا المثال في عندي اي ار سبيكتروم، زي ما انتم شايفين هذا انا ماخذه من البي بي داتابيس الدرج، وهذا الماس لهذا الدرج. ففي هذا السؤال what is the name of the drug، شو اسم الدواء؟ molecular formula C16H19N305S اللي له هذا السبيكتروم وهذا الـIR. لازم تروح على واحد من الداتابيس للماس، وانا حاط لك لينك هنا تكبس عليه بوديك على السيرش، وتستغل برضو الاي ار سبيكتروم، برضو هذا اللينك بنزل لك نسخه من الاي ار سبيكتروم للبي بي. خلينا نشوف كيف ممكن نحل هذا السؤال. خلينا نروح على هذا اللينك ونشوف كيف بدنا نطلع اسم الدواء. طبعا انا معي معلومتين رئيسيات راح اخذهم معي، اللي هم المولكيولر فورمولا لهذا الدرج زائد المولكيولر ويت للدرج. فانا من الماس لازم اعرف انه ابعد سيجنال او ابعد بيك هي المولكيولر ايون او المولكيولر ويت. فالمولكيولر ويت لهذا الدرج 349، والمولكيولر فورمولا هاي، فبدي اشوف من هذا السيرش كيف ممكن اعرف شو هو الكومباوند. بكبس على اللينك بوديني على هذا المكان، انا حاطط اللينك مباشره بوديك على السيرش. طيب فانا عندي اكثر من ادخال ممكن ادور فيه في الداتابيس، ففي عندي يا اما الماس الاكزاكت ماس او الفورمولا. خلينا نجرب الاكزاكت ماس. احنا الماس 349، بعمل سيرش طلع عندي مجموعة من الكومباوند. في عندي أعطاني خيارات، إما أمبيسيلين أو كلوروبيروفينز أو المادة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة. طيب
في هذا السؤال أنا معي معلومة ثانية، أنا معي غير إنه الماس 349 إنه هذا الكومباوند مكون من C16H19، أنا في عندي C16 واحد وهنا C16 ثاني، صار عندي خيارين إما الأمبسلين أو الميتازاكلور، هل هو هذا أو هذا؟ طبعا كونه إن المولكيولر فورمولا أنا منزلها كاملة، فأنا C16H19 برضو متشابهين هنا وهون، لكن N3 هنا N3 O4 O4 هنا O4S وهنا O4S، في تشابه بين هذول التو مولكيول بالمولكيولر فورمولا، فأنا صار في عندي شك بين هذا الكومباوندز وهذا الكومباوندز، إما هذا لأنه المولكيولر فورمولا إكزاكت وإما هذا الكومباوند. علشان أتأكد هسه بدي أستغل المعلومة الثانية اللي عندي في السؤال اللي هي هذا اللي هو الـ IR اللي أنا معطيك إياه من البي بي. خلينا نروح على البي بي وندور على الـ 2 compound. خلينا أشوف هنا، هذا طبعا إذا أنتو كبستوا على اللينك راح يوديكم على هاي البي دي اف فايل اللي فيه الاي ار سبيكترم. لو كتبت امبيسيلين، اوكي هاي امبيسيلين، طبعا الادويه ممكن تكون امبيسيلين مع صوديوم او مع كاونتر انايون، لكن المهم عندي انا انه هذا الامبيسيلين. هسه علشان اتاكد انه هذا هو الكومباوند تبعي، فانا لازم اطلع هل هذا الريفرنس سبيكترم ماتش للسبيكترم اللي انا حاطه في السؤال. خلينا نقارن بين التو سبيكترم، وزي ما انتم ملاحظين هنا في تقريبا ماتش تماما بين السبيكترم، اذا هاي البيك هي موجودة هون، هاي البيك موجودة هون، هاي البيك موجودة هون، فكل الـ IR spectrum لهذا الكومباوند ماتش بالضبط للأمبيسيلين، هذا كفاية بالنسبة إلي إني أتأكد إنه هذا الكومباوند هو الأمبيسيلين. طبعا لو دورت على المادة الثانية أتوقع أنها مش موجودة أصلا بالفارماكوبيا، لكن انتبهوا هنا هاي من 2000 ل 400 وهي منطقة الفينجر برينت، فمستحيل تو كومباوند يتشابهوا بمنطقة الفينجر برينت، فبناء على هذا قدرت اعرف انه الكومباوند اللي عندي هو الامبيسيلين. طبعا الستركتشر مش مطلوب منك، لكن هذا هو الستركتشر للامبيسيلين. خلينا هسه اورجيكم الهوم وورك اللي بدي انزلكم اياه، اشرح لكم اياه علشان تحلوا تقدموا ان شاء الله كلكم تجاوبوا صح. هذا هو الاساينمنت نمبر 2. الاساينمنت هذا اول سؤال فيه ثلاث اسئله. السؤال الأول إنه في عندي بدي أعمل identify لـ drug unknown drug موجود معاي، معروف عندي الـ IR spectrum والـ mass spectrum. المعلومة اللي بدك تاخذها من هون هي المولكيولار ويت، وهذا هو الـ IR اللي تعمل confirm بالفارماكوبيا. برضو في هذا السؤال رقم واحد أنا معطيك اللي هو المولكيولار فورمولا، بدك تروح على نفس المكان وهذا اللينك لل بي بي اي ار سبيكترم. السؤال الثاني برضو معاي اي ار سبيكترم وماس لكومباوند، برضو انا معطيك فيه سي 4 اتش 11 ان 4، وبدك تعرف من الماس ومن الاي ار شو اسم الدرج. السؤال الثالث اصعب شوي، السؤال الثالث معطيك الماس معطيك الاي ار، لكن مولكيولر الفورمولا مش كامله، هي المولكيولر الفورمولا سي 16 اتش اكس ان واي او زد اس جي، يعني قصدي انه في 16 ذره كربون، في هيدروجين بس ما بتعرف قديش عدده، وبنعرف انه في نيتروجين بس ما بنعرف قديش عدده، وفي اكسجين ما بنقدر نعرف قديش عدده، وفي عندي سلفر ما بنقدرش نعرف عدده. فانا عندي لازم يكون الكومباوند اللي بطلعه يكون فيه كربون، هيدروجين، نيتروجين، اكسجين، سلفر، ولا اي عنصر ثاني، فقط هذول الواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اتوم. وفي عندي هون الماس بتستغل معلومة الملفلر ويت،
وهنا الاي ار عشان تعمل كونفيرم للستركتشر اللي بيطلع معك. فقط 3 أسئلة، فهو راح يكون اتوقع موعد تسليمه ليوم لبعد اسبوع من اليوم اللي هو الاثنين، على يوم الاثنين القادم. بهيك ان شاء الله بنكون خلصنا مادة لمس. بكرة ان شاء الله راح ننزلكم اول محاضرة في محاضرات لنم ار، اتوقع راح ناخذ لنهاية هذا الاسبوع الاسبوع الجاي كله في شرح مادة الانم ار. اتوقع يعني راح يكونوا 4 محاضرات، يمكن كمان محاضرة اضافية تكون براكتس. نكون تقريبا خلصنا المادة المقررة اصلا لمادة السكند لما نخلص مادة الانم ار. بعد هيك راح يكون ان شاء الله ناخذ لحد نهاية الكورس اللي هو عن زي ما حكيت لكم الجهاز المهم اللي تعلموه اللي هو ال HPLC. اوكي، كمان مرة انا نزلت لكم اعلان انه موعد المحاضرات التفاعلية راح ارجعه حسب مواعيد محاضراتكم الاصلية، يعني راح اسوي موعد الساعة اللي هو موعد الساعة 1 زي شعب رقم 2، 1 لـ 2، 1 3 خميس، والشعب رقم 1 اللي هي الساعة 3 للساعة 4، 1 3 خميس برضو، وفي شعبة رقم 3 اللي هي من 11 لـ 12:30 2 4. طبعا هذول المحاضرات كلهم تفاعليات، يعني راح اكون انا موجود للأسئلة والأجوبة، اللي مش فاهم اشي في البراكتس، اللي مش فاهم اشي في الواجبات، اللي مش فاهم اشي في شرح المواد بنشرح في المادة. كمان مرة الحضور والغياب مش ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلي، ما يعني ما حدا يتخيل إنه ممكن أحرم حدا على الحضور والغياب في التعلم عن بعد، لكن حضور هاي المحاضرات هو اللي بخليك تفهم المادة. وتنسوش إنه متوقع جدا إنه يكون 50 أو 70% من العلامات على امتحان الفاينل. اللي شعبته اللي بده يحضر على الوحدة يحضر، اللي بده يحضر على الساعة 3 يحضر، اللي بده يحضر على 11 يحضر، اللي بده يحضر أكثر من محاضرة هو حر، لكن بالآخر هذول كلهم محاضرات تفاعلية. المحاضرات المادة شرح المادة كله بنزله محاضرات مسجلة. كان في فكرة إنه نعمل محاضرة مباشرة، لكن ما سجل في المحاضرات غير طالب واحد، فما بزبط فقط لطالب واحد إنه نعمل محاضرة خاصة بأسلوب مختلف. راح يضل أسلوبنا اللي هو محاضرات مسجلة ومحاضرات في الوقت الفعلي كلها محاضرات أسئلة وأجوبة. والله يعطيكم ألف عافية.